احيانا كتير بنخطط لحياتنا، لكن القدر ممكن يكون له رأي تاني، وممكن تفصيلة صغيرة تغير كل مسار حياتك، وده اللي حصل معايا في اليوم ده. عمر ما تخيلت ان ممكن اقتل، حتى ولو بالصدفة. ما شفتهاش في اغرب كوابيس، لكن مع كل اللخبطة اللي كنت فيها بعد اللي حصل كان لازم اتصرف اسرع ما يمكن. انت جيت امتى؟ انت ايه اللي جايبك من غير ميعاد؟ انت عارف دي المرة الكام اللي تيجي تكرر فيها نفس الكلام؟ ادخل في الموضوع استاذ فريد حلمي. بس انا جيت متأخرة النهاردة يا استاذ فريد. بقى في حياتك فريد، انت عارف ان يعني لو لا قدر الله اتقبض عليك انا هعتبر شريكتك؟ اتفضل يا سيدي، لان درج المكتب كان مفتوح وفاضي خالص. يبدو ان الشيء اللي ما بيجيش في دماغك بيكون هو الطريق الوحيد. اكتشفت في لحظة ان الحل كان في ايدي طول الوقت، بس مع ذلك كان بعيد كل البعد عن تفكيري.